أول مرة على فكرة بعرف الكلمة العربية اسمها النواويس، إحنا منقولها المعظمة. نعم. الأشورز، صناديق. نعم. عظام الموتى. نعم. فهي كلمة جديدة عم بتعلمها، النواويس. تفضل أخ مكرم. نعم، ناووس، ناووس أو نواويس، هو ناووس وجمعه نواويس، هو صندوق العظام الصغير. ففي فترة الهيكل الثاني لما كان يتوفى شخص كان الجسد يوضع في يعني على مسطح أو في مقبرة أو يوضع في تابوت معين، كان له برضو اسم، اسم ساركوفاغوس، يعني ساركس يعني جسد باليوناني، وفاغوي يعني يأكل. فهذا التابوت وكأنه يأكل الجسد، يتآكل الجسد خلال سنة، ولما بيتحلل الأنسجة واللحم وبيضل بس العظم، بيأخذوا العظام في هذا التقليد اللي بيسموه تقليد مهم، اللي بيسموه الدفن الثاني، اللي بنسمع عنه يعني لمحة بالعهد الجديد، بس يعني بيكون شيء عائلي، لازم الابن الكبير اللي يكون موجود فيه، وبينقل عظام الوالد لا من الصندوق الكبير، من التابوت الكبير للتابوت الصغير الناووس. وهذا طبعا الناووس او التابوت حسب قيمة الشخص، يعني ان كان كيف راح نشوف هسه، ان كان الشخص شهير فبيكون التابوت تبعه محفور ومزين ومزخرف، لكن لابد انه حتى لو كان ابسط الناس يكون مكتوب اسمه. وكان في هذيك الفترة يسمى الاسم واسم الأب، يعني فلان ابن فلان. وهيك كانوا يعرفوا العائلة، يعني الشخص في عائلة. الجدير بالذكر أخ مكرم إنه هاي العادة كانت تمارس فقط أول 100 سنة، يعني الميلادي كانوا بيدفنوا الإنسان، بعد سنة بياخدوا الرفات. أطول عظم اللي هي عظمة الفخذ، حسب طولها بيعملوا المعظمة أو الناووس، يعني هاي الكلمة الجديدة اللي اتعلمته. على فكرة اللي بروح بزور الأراضي المقدسة، لما بتزور كنيسة الدمعة، يعني وين المسيح بكى على أورشليم، في مجموعة من هذه النواويس ممكن تشوفها في نفس المكان. تفضل أخ مكرم كمل. صحيح صحيح صحيح. يعني أنا بدي أستعرض بعض النواويس، بعض الصناديق الصغيرة، بس لاحظوا مثلا في عندي اسمه شيء اسمه ناووس قيافة، شوفوا لحظة الفن والزخرفة عليه. وإن كان عرفنا أو قدرنا أنه هذا هو يوسف ابن قيافة كيف مكتوب على التابوت، اللي هو على الأغلب يوسف قيافة اللي كان رئيس الكهنة في زمن صلب المسيح. طبعا كان يعني إن كان هو نفس الشخص هو اللي كان رئيس الكهنة في هذه الفترة، اللي ترأس محاكمة الرب يسوع حسب إلى نجيب، وحسب يعني إحنا مش مخترعين هذا الشيء، لكن حسب المؤرخ يوسيفوس بقول إنه اسمه كان يوسف قيافة. وبذكر قديش الفترة إنه قعد قديش من 18 ل 36 ميلادية، وكانت عائلته معروفة، عائلة قيافة، مثل يعني ما كان أبناء هيرودس الهرادسي، هيرودس انتباس وأرخيلاوس وإلى آخره. وطبعا هذا موجود يعني في متحف إسرائيل الضخم، في يعني أنا شفته قبل أسبوعين ثلاثة، فبعده موجود.